صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير في هذا اليوم الجميل، يوم الاثنين اللي يحبه كل اثنين، أول يوم في هذا الأسبوع، أول يوم دوام بعد الإجازة الجميلة. إن شاء الله نكون كلنا استانسنا في الإجازة، 10 أيام تقريبا استانسنا وروقنا واستمتعنا مع العائلة بعد صيام شهر كامل والتعب، استمتعنا بالعيد. أهم شيء الناس اللي نشت اليوم الصبح ما تم تقول أوف بروح الدوام بجابل وجه المدير بسير شغل، ما فكر بهذه الطريقة، لأن رح تحسوا عمركم تعبانين فوق التعب. نش الصبح ودائما نفكر احنا ما نداوم عشان بصمه، عشان مدير احنا نداوم. اول شيء ان نخدم في هذا الوطن المعطاء، ولوجه الله احنا طبعا نداوم اللي نخدم بلدنا المعطاء الامارات. فلما نفكر ان احنا لما نسير نداوم نخدم البلد ونعطي لهذا البلد، يجينا احساس جميل، احساس يساعدنا يكون اكثر صحه وسعاده. طبعا طالما نقول صحة وسعادة، أكيد هذا برنامجكم برنامج صحة وسعادة اللي يطلع عليكم كل يوم من الاثنين إلى الجمعة على مدى تقريبا ساعة، اللي هو نناقش فيها المواضيع الصحية اللي تهمكم، يكون في الفقرات الجميلة تعودتوا عليها، فقرة التغذية اللي كلكم تحبونها، مستجدات التواصل الاجتماعي، وأكيد الفقرة الأخيرة يكون فيها أحيانا يكون دائما فيها ضيف يناقش موضوع مهم. موضوعنا اليوم راح يكون عن اليوم الإمارات الطبي. مثل ما تعرفون أن دولة الإمارات تحتفل في 9 مايو بيوم الإمارات الطبي، اليوم نتناقش في هذا الموضوع. ودائما نبتدي حلقتنا بدراسة خبر يهمكم. الخبر اليوم شو يقول؟ يقول تنشيط أحد أقسام الحمض النووي قد يحمي الإنسان من الشيخوخة المبكرة. منه ما يبي يوقف الشيخوخة، كنا ودنا يوصل عمره 100 سنة وإحنا شباب، وحين طبعا شباب القلب، الحين 70 على قولتهم، 40 the new 20 والخمسين the new 30، يعني عمره 50 عمره 30، يعني من كذا ما الناس صار التقدم في الطب وفي التكنولوجيا ساعدتنا الناس يكبرون يبينون كأنهم أصغر سنا. فتقول هذه الدراسة أو الخبر يمكن أن يحمي تنشيط إحدى شرائح الحمض النووي للإنسان من الشيخوخة المبكرة. لاحظ العلماء أن فئران التجارب عاشت 20 إلى 25 أسبوع أكثر بعد التنشيط الإجباري لواحد من الجينات، وعانت من أمراض أقل. وأبطأ علماء الأحياء شيخوخة الفئران لعشرات الأسابيع. طبعا ممكن حد يقول يعني أسابيع، يعني ما يعتبر زيادة كبيرة في يعني تأخير في الشيخوخة مو ما يعتبر كبير، لكن نلاحظ أن هذا في الفئران، دورة حياة الفئران أصغر أقل من دورة حياة الإنسان. يعني عند الفئران 20 أسبوع يعتبر فترة جدا طويلة لهم، يعني ممكن نقول أتوقع في عند الإنسان ممكن يساوي 6 سنوات يمكن أو شيء. فعند الفأر إذا قلنا مددنا 20 سنة وأخرنا شيخوخة 20 أسبوع معناه كأنه سنوات. أبطأ علماء الأحياء شيخوخة الفئران لعشرات الأسابيع مثل ما قلنا 20-25 أسبوع بمساعدة العلاج الجيني الذي يزيد من نشاط جين اسمه FOXM1. تم الكشف عن نتائج تجاربهم في مقال نشر في مجلة نيتشر إيجن. حسب الباحثين فإن ارتفاع نشاط هذا الجين يحمي جزئيا الفئران المصابة بمتلازمة الشيخوخة المبكرة، يحميهم من الشيخوخة المبكرة ويزيد المتوسط العمر المتوقع لدى القوارض. الأمر الذي يؤكد أنه يمكن استخدام التحكم في مستوى نشاط هذا الجين اللي هو FOXM1 لمكافحة أثار الشيخوخة الطبيعية والسريعة. يعتقد العديد من العلماء أن الشيخوخة هي أمر عشوائي من حيث طبيعتها، يعني في ناس تبتدي عندهم أبكر من ناس آخرين. فرأيهم العلماء هذيلا أنها تحدث من تلقاء نفسها نتيجة لتراكم طفرات وانهيارات عشوائية في الخلايا. هذا ما أظهرته التجارب الأخيرة التي أجراها العلماء في جامعة روتشستر الأمريكية التي توصل لها مؤخرا فريق من علماء الأحياء برئاسة الدكتور فاديم جلاديفيتش الأستاذ بجامعة هارفارد الأمريكية، الذي أكد أن طفرات تحدث في الحمض النووي اللي هو الحمض النووي نفسه اللي هم اشتغلوا على تنشيط أجزاء منه. هذه الطفرات تتراكم بسرعة في أجسام كبار السن والحيوانات نتيجة لخلل في عمل الجينات المرتبطة بانقسام الخلايا. طبعا ملخص الدراسة أن لو نشطنا جزء من الجينات، ما احنا عندنا كثير من الجينات في جسمنا، لو نشطنا جزء من واحد من هالجينات اسمه FOXM1 يساعد في تأخير الشيخوخة، وهذا هو خلينا نقول
حلم الجميع ان نوصل لاعمار كبيره، وهذا هدف العلم الحين، الناس توصل ل 80 و90 و100 سنه ومن غير ما تصاب بالشيخوخه والامراض المصاحبه للشيخوخه، الهرم، الخرف، تعطل بعض وظائف الجسم. هذا هدف العلم، الناس تكبر في السن بغير ما تصاب بالامراض، يكونون شباب، الشباب دائم يعني عمر لين 100 سنه 110 سنوات ممكن يعيشون الناس بفضل تطور التكنولوجيا. فان شاء الله تدخل هالدراسه او هالبحث يدخل حيز التنفيذ قريب عشان نشوف فعلا تاثيره في تاخير الشيخوخه. طبعا مجربه فقط على الفئران، ترى يجربون على الانسان ان شاء الله. من الخبر نروح لفقره السوشيال ميديا. مثل ما تعودتوا اسماء الجناحي تقول لنا ما هو جديد السوشيال ميديا، اجازه طويله اكيد في وايد اشياء في السوشيال ميديا. صباح الوردي اسماء. اسماء مو بجاهزه، ما في مشكله. طبعا مثل ما كنا نقول عن موضوع تاخر الشيخوخه وتاخير الشيخوخه، احنا كلنا في يعني في خضم حياتنا اليوميه دائما ندور عن المنتجات اللي تاخر الشيخوخه. فتلاقون ناس تستخدم كريمات، في ناس تشرب شاي، في ناس تاكل بسكوت يقول لك تاخر الشيخوخه، في ناس تاخذ حبوب الكولاجين وغيره وغيره بهدف تاخير الشيخوخه. لانه طبعا ما حد كنا ما نبغى نبين كبار، يعني كل حد يبين بعد صغير وبعد شباب. والحين تطور في العلم يساعد الناس انها تكون أكثر شبابا، الجراحات التجميلية والبوتوكس والفيلر والمنتجات العناية بالبشرة، حتى منتجات العناية بالبشرة صار فيها قفزات كبيرة سمحت للناس أنها تهتم ببشرتها وتأخر علامات الشيخوخة أكثر. بس لما نتكلم عن الشيخوخة طبعا بالعادة توجهي للنساء يعني أكثر شيء، في كثير من الخرافات اللي تكون تحت شعار تأخير الشيخوخة تنبع في وسائل التواصل، كريم، طين، أعشاب. دائما نحرص ان احنا نعرف شو المنتج اللي احنا نستخدمه. وهذا دائما قلنا في صحة وسعادة انه ما ينفع اي منتج يسوق انه والله مثلا يأخر الشيخوخة، او بالعادة النساء معظمهم يتواصلون معنا بخصوص التبيض. الشيخوخة احس ما عندي مشكلة فيها وايد، التبيض دكتورة نبغى شيء يبيض، نبغى شيء يشيل البقع تماما. لازم نعرف ان المنتجات اللي تبيض البشرة قد تكون تحتوي على نسبة عالية مواد مضرة، الكورتيزون، الزئبق وغيره وغيره، وتتكلم عن الموضوع في صحة وسعادة. فلازم دائما ننتبه من موضوع شو المنتجات اللي أنا استخدمها أو أنا استهلكها، خصوصا لو كان في شكل أقراص، شكل حبوب، أو حتى الكريمات. إحنا أحيانا نتساهل في موضوع الكريمات إنه مجرد كريم بحط عليه شو المشكلة، لكن حتى الكريم قد يحتوي على مواد يمتصها الجلد يؤدي إلى خلينا نقول فشل في الكلى، فشل في الكبد وغيره. نطلع احنا فاصل، بعد الفاصل نواصل فقرات صحة وسعادة. صحة وسعادة ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم، برنامج صحة وسعادة. للتواصل على 600-551-414 والرسائل النصية على 4006. الحين وصلنا لفقرة التغذية، والفقرة محببة عند وايد منا. اليوم الفقرة تقول عن أفضل الزيوت الصحية المستخدمة في الطبخ. تنوع طبعا الزيوت المستخدمة في الطبخ وتتعدد أصنافها. لو رحنا الجمعية بنلاقي ما شاء الله الأرفف موجودة، إلا كانولا، إلا زيت تبع الشمس، إلا زيت نخيل، إلا زيت جوز الهند، وايد في أنواع من الزيوت. ودائما بفترة فترة تطلع علينا دراسات وأبحاث تؤكد أن على سبيل المثال الكانولا هو أكثر زيت صحي، زيت تبع الشمس هو أكثر زيت صحي. بعدين تطلع دراسة ثانية تقول لا والله مو بهذا الزيت الصحي، استخدموا الزيت الثاني، زيت الخضروات، زيت جوز الهند، زيت النخيل وغيره. فإحنا نقع في حيرة كمستهلكين إن ما هو الزيت الآمن للاستخدام في الطبخ. عشان نضع النقاط على الحروف يسعدنا يكون معانا اليوم في الفقرة هذه الأستاذة فاطمة الخروصي، اختصاصية التغذية السريرية في هيئة الصحة بدبي. صباح الورد أستاذة فاطمة. أهلا وسهلا، صباح الفل والنور والسرور، شو أخباركم؟ الحمد لله، حياك الله في صحة وسعادة. الله يحييك حبيبتي، الله يحييك. طبعا لما نروح نجمعين الشرة الزيت، يعني أنا أمي دائما تقول زيت الكانولا هو أكثر زيت صحي، فيستوي هذا النقاش في الجمعية عندنا أرفف الزيت، شو الزيت الصحي فعلا؟ لأن دائما تطلع دراسة تقول هذا زيت صحي، وبعد فترة يقولك لا مو بهذا، طلع في دهون مشبع خذي زيت ثاني. فلما أيوة. نتكلم عن الزيت الصحي، من ما في زيت صحي، يعني خلينا نقول زيت آمن، أخاف نقول صحي وناس تصير كريمة في الزيت. لكن
شو المعايير اللي نقدر نقول هذا الزيت، هذا زيت صحي وآمن للاستخدام في البيت، وكيف نختار الزيت لما نسين الشرح حق من الجمعية؟ اوكي، اول شيء بالنسبه لمعايير الزيت، طيب الزيت الصحي احنا قلنا الزيت بشكل عام موجود في كل انواعه في اي مكان نلقاه، فعلا مثل ما قلتي وايد يحتارون الناس، فلازم احنا ندقق على بعض النقاط او بعض المعايير بذكر هل هذا الزيت يسبب اقل ضرر ولا لا. من الناحيه الشيء الثاني، اختيار للزيت يعتمد على الهدف من استخدامه، انا بستخدمه على البارد يعني مع السلطات في الصوص او في الصلصات اقصد، او مثلا ممكن احطه كقلي او للطبيخ العادي. ايضا اذا بستخدم مثلا اي نوع من الزيت اركز هل هو يحتوي على مواد ومعادن غذائيه يحتاج الجسم، تحتاج البشره الشعر او يحتاج الجسم بشكل عام انه يمنع منه من ضغط او يحميه من ضغط الدم او تصلب الشرايين، او مثلا ليقوي الدهون الجسم موجوده فيه مثلا تقويه الجسم. الشيء الثاني يساعد على نزول الوزن ولا ما يساعد. في بعد معيار ثاني لازم نركز عليه، احيانا ممكن احنا ناخذ خاصه احنا اللي صاير في اللي صاير في السوق ان الناس تاخذ الاماكن اللي تكون ارخص زيوت ارخص منتجات، فينسون موضوع التاريخ، هل هذا التاريخ منتهي قريب للانتهاء او ان في رائحه كريهه مثل تشم رائحه مؤكسده او رائحه فاسده غير عن رائحه الزيت العادي، لازم نركز عليه. الشيء الثاني مثل ما تفضلتي انت هل في دهون مشبعه؟ فانا كيف بعرف هذا؟ من قراءه البطاقه الغذائيه الموجوده على العلبه نفسها. ممتاز. اذا كان اقل عن 4 جرامات من الدهون المشبعه لكل ملعقه طعام معناته ان هذا زيت افضل لي، هذا كستاندرد اقدر اخذه، وانه ما يحتوي على زيوت مهدرجه جزئيا او متحوله. فاذا كان في زيوت مهدرجه او زيوت متحوله بكميات كبيره بعد لازم ابتعد عنها. فهاي هي المقاييس اللي انا اقدر اخذها. في شيء ثاني بالنسبه للقلي، في لكل زيت نسبه مثلا تاكسد معين عند القلي، يعني انا ما يستوي انا اكرر في الزيت، في من الزيوت من اول قلي من يعني استخدم فيه للقلي على طول يحترق الزيت ويتاكسد، فانا لازم اعرف هاي نقاط التدخين عند الزيت عند يوم انا اقليه يسمونه نقطه تدخين وصل لاي مرحله، فتختلف من زيت للثاني، هاي بعد لازم انا اعرفها. هاي تعتمد على طبعا انواع الزيوت اللي انا بذكر لك اياها الحين. مثلا اذا كانت زيوت صحيه للطبخ مثلا مثل زيت الزيتون اللي هو كل العالم يستخدمونه، في نسبه تدخين معينه تصل من 190 ل 207. طيب هذا يعني نقدر نوصله للقلي العميق ما عندنا مشكله، لكن احنا في النهايه نفضل الناس اللي عندهم زياده وزن عندهم كوليسترول يبتعدون عن المقالي بشكل عام، فنقدر نستخدم مثلا على البارد ملعقه او ملعقتين للناس اللي عندهم زياده وزنها، اما الاشخاص اللي ما عندهم زياده وزن عندهم نحافه للاطفال ممكن احنا نقلي لهم بزيت الزيتون، بس في من الناس ما يستشيرون ريحته طعمه مو متعودين عليه ولا الريحه فممكن يتجنبونه، لكن في مضادات اكسده في فيتامين اي يساعد على مثلا بشره زينه جسم يعني ممتاز صحي، في مضادات اكسده للسرطان وللالتهابات، فهاي كلها موجود زيت الزيتون. مثلا عندنا مثلا زيوت ثانيه زيت الافوكادو نسبه التدخين فيه 271 يعني هو مناسب للقلي، لكن انا تعودت عليه هل فعلا اقدر استسيغ مثل ما قلنا ريحته؟ لان لها طعم محايد شوي طعم شوي غير، فيمكن في من الناس ما تتقبله، فممكن استخدمه للقلي زيت الافوكادو امن للقلي. ايوه لان نسبه التدخين فيه 271 يعني انا اقدر اقلي فيه واقدر حتى ادخله في الفرن، لان لان الفرن درجه حرارته وايد عاليه توصل 200 280، صحيح. فانا اقدر استخدمه حق الطبخ في الفرن، لكن ما اقدر استخدم مثلا زيت الزيتون في الفرن او الزيوت الثانيه اللي هي نسبه التدخين فيها اقل مثل زيت السمك، في ناس يستخدمونه في زيت الكتان ما اقدر احطه في درجه حرارات عاليه فهي بسرعه يحترق. عندنا زيت النخيل هذا ممكن انا استخدمه للطهي للطبيخ، لكن هو في دهون مشبعه ممكن يزيد الكوليسترول يزيد السمنه عندي، صحيح. فانا ما اقدر استخدمه.
في ناس وايد استخدموا زيت جوز الهند، يقول لك ماذا زيت جوز الهند آخر مرة سمعنا عنه أنه وايد مفيد، هو مفيد من ناحية أنه يرفع مثلا يقولون الدهون اللي هو المفيدة. الكوليسترول هي أو الكوليسترول النافع. صحيح. طيب هو أنتم نسيت أنه هو بعد ممكن يرفع الكوليسترول النافع والضار في نفس الوقت لأنه بنفس النسب. صحيح. أوكي. وفي نسبة الترايجليسرايد من الدهون الثلاثية هاي موجودة لكن بنسبة قليلة جدا، اللي هي تساعد على تقوية الدهون عندنا أو تعزيز الكوليسترول عندنا، لكن نسبة قليلة، فمعناته أنا ما ينفع أن آخذ يعني على المدى البعيد، وللناس اللي عندهم كوليسترول، الناس عندهم تشنجات على الكبد، أو للناس اللي عندهم زيادة وزن، لأنه ممكن يرفع الكوليسترول الضار ما يساعدني على نزوله مثل ما، صحيح. لكن ممكن أستخدمه حق الأطفال أو الناس اللي ما عندهم هاي المشاكل. في دهون طبعا لازم نتجنها تماما على درجات حرارة عالية، اللي مثل ما قلت زيت السمك هاي يستخدم بس كمكملات، ممكن ومو بس لغرض الطهي، يعني ممكن ياخذ كمية بسيطة على البارد. زيت الكتان ما يستوي لأن درجات نقطة الدخان أو التدخين فيه منخفضة جدا، فهاي بس نستخدم حق التوابل حق الصلصات. زيت النخيل هاي بعد من الأشياء اللي هي صعبة حتى لو يضيفونها على المقالي، لكن ترفع الدهون المشبعة عندي أو الدهون الضارة عندي فأبتعد عنها. نعم هاي بالنسبة للدهون بشكل عام. انزين لو احنا الحين مثلا انت ذكرتي وايد انواع من انواع الزيوت، ممكن ربة البيت تقول مثلا صعب احط في بيتي اكثر من نوع زيت، يعني هذا للبارد، هذا للسلطه، هذا ما يدخل الفرن. فنتكلم بشكل عام عن طبعا بالعاده احنا بالسلطه دائما نعتمد على زيت الزيتون، يعني هذا الزيت المفضل عندنا بشكل عام، زيت الزيتون طعمه مناسب ومتعودين عليه انه موجود دائما في السلطه. لكن للطبخ بشكل عام شو الزيت اللي تنصحين فيه لو وحده حابه يكون عندها نوع واحد من انواع الزيوت في البيت، للقلي، ليدخل الفرن، نقطه تدخينه تكون شوي مرتفعه، عشان يعني مثل ما يقول ربات البيوت ما تحتار وهي تشوف كل الانواع الزيوت المختلفه. شوف الحين زيت الزيتون مثل ما تفضلتي انه مثلا هذا امن للقلي لان نقطه التدخين فيه عاليه، وامن حتى على البارد، وامن للتحمير. اوكي. لكن استخدامك للقلي بشكل عام للاشخاص حاليا اللي عندهم زياده في الوزن او انهم خايفين تزيد اوزان، يفضل ما نقلي. صحيح. يفضل التحمير او التسخين في الفرن او التحمير بالفرن. فزيت الزيتون يفضل يكون من ضمن الزيوت المهمة الموجودة في البيت. ممتاز. زيت الكانولا أو أي زيوت مكتوب عليها آمنة للقلي، موجود عليها أن يعني كستيكر أو موجود عليها أن هي محضرة للقلي، ممكن أستخدمها لأن هاي عالميا أكيد استخدموها للقلي، فما دخلوها في الجمعيات إلا هم عارفين أنها للقلي، فاهمة؟ أما مثل الزبدة، مثل السمن العربي، أنا ممكن أستخدمه خاصة إذا كانت مصادر طبيعية، هاي يفضل يكون من مصادر طبيعية طبعا لأن هذا مفيد لجميع الفئات، لكن استخدامه يكون جدا قليل باعتدال، ما يكون كميات كبيرة خاصة الأشخاص اللي عندهم كوليسترول أو عندهم تشمع على الكبد أو عندهم زيادة. لكن إذا كان مصدر طبيعي أستخدم كميات قليلة. أما بالنسبة للأطفال الشباب المراهقين ما عندهم أي مشاكل، ممكن أنا أستخدمه في البيت، وانتقي دائما المصادر الطبيعية من السمن والزبدة لأن أحيانا فيها مكتوب عليها دهون مهدرجة أو من يعني زبدة نباتية مهدرجة، هاي تعتبر فيها نسبة عالية من يعني الدهون المهدرجة اللي هي ما تنفعش في جميع الأعمار. أكيد طبعا السمن العربي بما أنك ذكرتيه أستاذة فاطمة كان متصدر في رمضان ما شاء الله تبارك الرحمن، طبعا مع الهريس، ويعني ما يكمل هريس من غير سمن، سمن الزين مضبوط. لكن يعني بما تقولين لازم يعني الواحد يعني يقنن في استهلاك السمن ما ياخذ منه وايد، طبعا معروف احنا عندنا هالغوري الصغير يكون اصغر غوري في الدنيا في سمن، هذه يحطون حذاء للعيش ابيض والسمك ويرشون منه على ما تعرفي ايش كثر الرش، غرشه رشيتي، نص غرشه رشيتي، فرشوا شوي وشيلوا الغوري ردوا المطبخ، لان هذا الغوري خطر قاعد عند السمك الابيض وعيش سوري السمك المقلاي والعيش الابيض، خلاص يعني هذا غرشه سمن تخلصينها وانت ما تدرين. او تحددين مثلا مره او مرتين في الشهر او
مره مرتين في الاسبوع على حسب الفئات اللي عندي في العمريه الموجوده في البيت، على نوع معين من الوجبات، مو في كل الوجبات مثل ما الحين يسوون العاملات في البيت. احنا عندنا العاملات في البيت يستخدمون الغرشه كامله في كل شيء، تنصدمين بعدين. صحيح صحيح، فهذا الشيء لازم تركزين عليه، ان أكيد. استخدامك لازم يكون تحت نظري، استخدامك لازم يكون في وجبه معينه من الوجبات مثلا انا استخدمها عشان اقدر احدد الكميه اللي انا اخذها. ممتاز. يعني حتى يعني بيكون شيرينج مثل ما يقول، او الجميع بياخذون من طبق واحد، وما بيضر اذا انا حطيت ملعقه ملعقتين، لكن يعني كل واحد بيصب اكيد ما بيكون في كنترول. والناس اصلا صارت الحين من كثر ما يستخدمون تعودوا على طعمه، فصعب انك احنا تقنعين المريض في العياده انه يوقف هذا الشيء، الا اذا هو فعلا عنده اراده قويه يقدر يعني يساعدنا في هالموضوع. وفي النهايه يعني الاعتدال في كل الاشياء مهم جدا. ممتاز. استاذة فاطمة، بما انك ذكرتي القلي وفي بعض الزيوت تتاكسد من اول مره، احنا طبعا ما شاء الله في بيوتنا متعودين دائما الزيت اللي ينقلى فيه قلي عميق، يعني اماتنا يقولوا حرام تفرونه، اشخليه وحطيه واستخدميه مره ثانيه. كم مره نقدر؟ انا عن نفسي بيتي مرتين، انا ما استخدم زيت اكثر، ما ادري صح ولا غلط، بس مرتين. فشو كم هو فعلا، كم مرة نقدر نستخدم الزيت اللي يكون يستخدم للقلي العميق؟ كم مرة؟ مرة ولا مرتين ولا أبدا بس مرة ومفرة؟ يفضل ما نستخدمه مرة أكثر عن مرة، لكن في ناس مثلا عندهم كذا طبق في اليوم يستخدمونه، فهم عارفين الكمية اللي بيستخدمونها للقلي. فأنا خلال اليوم يفضل أن قليت فيه، لكن أن أخليه لليوم الثاني لتقلية ثانية ما يصير. أنا أفضل دائما، لأن اكيد وصل مرحله تدخين عاليه واصلا غالب يعني اصلا زيت عباد الشمس او اللي هو دوار الشمس او الذره او الكانولا بسرعه يحترق. صحيح. فيفضل من مره واحده وخلاص، لكن الاشخاص اللي يخلونه للمره الثانيه والثالثه في اكيد مواد ضاره بتتغير، يعني يتغير هذا الزيت لمواد ضاره، فما نعرف مستقبلا تاثر على الانسان بشو، يعني كل شخص على حسب حالته. فاحنا دائما ما ننصح فيها ان تتكرر اكثر عن مره، هي مره واحده ويفضل وما يكون اكثر من كذي، لان ما نعرف ان الزيت الثاني كيف مستوى الحرق عنده وصل. اكيد. استاذه فاطمه، عندك نصيحه اخيره للمستمعين بخصوص خلينا نقول اختيار الزيت، من غير ما ينساقون وراء الاعلانات والدعايات ان يختارون الزيت الصحي، شو النصيحه اللي تقدمينها للجمهور؟ اول شيء بالنسبه للدعايات والتاثير، هذا اول شيء كان ياثر علينا بس التلفزيون، واحيانا نادر ما يكون الاذاعه، لك قبل الحين الاذاعه موجود على طول فيها دعايات، التلفزيون على طول دعايات، التواصل اللي هو يعني اللي هو وسائل التواصل، كل واحد تطبخ وتراويك ايش الزيت مالها، هاي كلها موجوده فتلخبط الشخص نفسه. أكيد. اول شيء اسوي اركز على اللي هو معايير المواد الغذائيه اللي باخذها. صحيح. فيها نسبه دهون عاليه يفضل ابتعد عنها، اللي هي اذا كانت دهون مشبعه اقل عن 4 امن، اكثر عن 4 معناته غير امن، فانا يكون لازم اعتدال فيه واقلل من استخدامي له. الشيء الثاني اللي هو القلي بشكل عام مستمر، مو بشرط، انا عندي اجهزه حزان جديده متطوره موجوده اقدر انا استخدمها للقلي، مثل قلي البطاطس او اي نوع من القلي. القلايه الهوائيه اختراع جميل والله. ايوه، فهذا الاختراع وايد مهم وايد ممتاز للاشخاص اللي هم فعلا عندهم اطفال وعندهم شباب يحبون المقلي، يعني ممكن يستخدمونه. عدم الاستهلاك المتكرر للزيت، فهذا كل ما استهلكت اكثر كل ما ضر الجسم اكثر. ففي النهايه يعني انا اركز على هالمعايير عشان انا اقدر اخذ الزيت الامن. دائما اقرا، دائما ما اخذ الزيت بدون ما اقرا محتوى الزيت، شو فيه، شو الانواع الموجوده فيه. احيانا في من الناس عندهم مثلا نوع من انواع الفيتامينات تضرهم، مو بشرط انه ياخذون الزيت فيه هذا النوع من الفيتامينات، في فيتامينات ثانيه انا استخدمها. صحيح. الستة او فيتامين اي، فعلى حسب الشخص. فدائما القراءه للبطاقه الغذائيه مهم جدا.
ممتاز، أنا شاكرة لك أستاذة فاطمة الخروصي اختصاصية التغذية السريرية في هيئة الصحة بدبي، كفيتي وفيتي اليوم بموضوع الزيت، وخلاص راح نقول حق أمي، حين أمي ماما تسمعني في صحة وسعادة خلاص لا تستخدمي زيت مرة ثانية، قالت أستاذة فاطمة بس مرة واحدة ما علي، لا نشخله ولا نحطه، لا بعد اشخله حطوه في زجاج، مو تحطيه بلاستيك، لو حطيتيه بلاستيك يخترب، خلاص مرة واحدة بس استخدمي زيت، ما عندي استخدام عشان ما يتأكسد. شكرا لك أستاذة فاطمة الخروصي، شكرا لك، يعطيك العافية. رح نطلع إن شاء الله فاصل، وبعد الفاصل نواصل صحة وسعادة، بيكون عنا عن يوم الإمارات الطبي، فابقوا وتذهبوا بعيدا. صحة وسعادة، ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم، برنامج صحة وسعادة، تواصل 600-551-414 والرسالة النصية على 4006. طبعا مثل ما كنا نقول ان تحتفي دولة الامارات اليوم يوم 9 مايو بيوم الامارات الطبي، الذي يمثل رسالة امتنان وشكر وتقدير لجميع العاملين في القطاع الصحي والمنتسبين لهذا القطاع، الذي يحمل رسالة نبيلة ويعمل بجهد واجتهاد واخلاص وتفاني حتى يؤدي مسؤوليته ورسالته على الوجه الاكمل. اليوم حول هذا اليوم الجميل وفكرته وهدفه، يسعدنا يكون معانا اليوم في الاستوديو الدكتورة موزة عبدالله الشرهان، رئيس قسم المختبرات الطبية في مستشفى دبي هيئة الصحة ورئيس جمعية الإمارات الطبية. صباح الورد دكتورة موزة، نورتينا في صحة وسعادة. صباح النور والسرور على أجمل دكتورة حبيبتي. يعني أنت الضيفة الوحيدة اللي دخلت صحة وسعادة، أنت الكل عن طريق التليفون، لكن أنت قلنا لازم تكوني موجودة معنا تنورينا في الاستوديو، وهذا تقدير لجهودكم اللي بادلينها في الإعلام. دكتورة موزة، طبعا نبتدي أول شيء عن فكرة هذا اليوم، يوم الإمارات الطبي، شو فكرته ومتى تم اعتماده؟ عزيزتي، جاءت هذه المبادرة من قبل مجلس إدارة جمعية الإمارات الطبية، تخصيص يوم للاحتفاء بالكوادر الصحية بالدولة. تأتي الفكرة يوم الإمارات الطبي في اختيار 9 مايو، يتوافق مع ذكرى تأسيس جمعية الإمارات الطبية في 9 مايو 1981، وذلك بعد موافقة المجلس الوزاري للتنمية في جلسته المنعقدة كانت تاريخ 20 يونيو 2021، اعتماد 9 مايو من كل عام ليكون يوم الإمارات الطبي كمبادرة الأولى من نوعها على مستوى الدولة، وتحمل في طياتها معاني كبيرة من الشكر والتقدير والامتنان لكافة الطواقم الطبية. أكيد دكتورة موسى، طبعا هذا يوم وفاء وامتنان لجميع العاملين في القطاع الصحي، شو الأهداف المرجوة من هذا الاحتفال؟ سؤال جميل. أول شيء نهدف أن تعزيز ثقافة الدعم المجتمعي لإبراز تقدير الواجب للعاملين في مجال الرعاية الصحية، الاعتراف بجهودهم المتواصلة، حماية صحة المجتمع. نشكل هذا اليوم مصدر إلهام للطلاب والشباب للمضي يعني قدما في هذا المجال الإنساني والوطني، وتحفيز الأطباء ليس بس في العمل لكن أيضا تدريب الأجيال القادمة، لازم نزرع فيهم أن هذا دور مهم ونشيد بفضلهم ودورهم الإنساني، إبراز فخر الوطن بهم. الجمعية كانت وما زالت تبذل جهودها دعم البيئة المحفزة والداعمة للكوادر الصحية، وهذا يدعونا أن نشكرهم ونعزز الثقة بقدراتهم وإبرازهم ودورهم الريادي طبعا والمشرف واللي نفتخر فيه في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتوجيه الشكر لكل فرد في هذه الفئة. ممتاز، وطبعا احنا دائما نشجع الشباب الجيل الجديد انه يعني يدخل مجال الطب، ما يسمع كلام شو تبغى تكون دكتور، تعب وسهر وما تعرف عن بيتك ودراسه طول العمر. هذه مهمه حيويه، ما في مجتمع يقوم من غير وجود الاطباء، من غير وجود طاقم صحي، واعتقد كل القطاعات مهمه لكن قطاع الصحه احد القطاعات الحيويه ايضا، وما ننسى خلال جائحه كوفيد كان سمونه خط الدفاع الاول، يعني كان عباره عن حرب لكن مع من ناحيه طبيه. فهذه رساله لكل الشباب اللي يسمعونا اليوم وللامهات اللي يسمعونا اليوم، إذا ولدك أو بنتك حابين يتخصصون طب، لا تقولين لا ما تبغى، شو تبغى بعد شغل الدكتور تعب وسهر. إحنا الـ 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 ما في بلاد تعمر من غير وجود الصحة، الصحة هي أساس كل شيء، وهذا وندل على شيء ونشوف إحنا ولاد أمرنا دائما يشددون على موضوع الصحة،
تطور في الخدمات الصحية اللي عندنا، تطور في التكنولوجيا الصحية، استخدام الذكاء الصحي في الصحة وغيره وغيره وغيره، لأن من غير الصحة ما تعمر البلاد، لازم نكون نحن في أتم صحة وعافية عشان نقدر نعمر البلاد. بما أن هذا أول عام ليوم الإمارات الطبي، شو شعاركم وشو معنى هذا الشعار وكيف تم اختيار الشعار؟ بالتأكيد الاحتفال في 9 مايو من كل عام هو الهدف من الحملة. أطلقنا المبادرة هذه العام بشعار الإمارات تقدركم، وإن دل على شيء يدل أن دولة الإمارات تقدر الكوادر الطبية بمختلف فئاتها في كل القطاعات، الذي يعني أثبتوا كفاءة في العمل وتضحية وخدمة القيادة وخدمة الوطن في جميع مفاصل القطاع الصحي والطبي، ومدى حرصنا وحرص القيادة على دعم مسيرة الكوادر الصحية والاحتفاء بإنجازاتهم، تقديرهم، مساهماتهم في خدمة الوطن وفي الإنسانية. هاي مهمة إنسانية أكيد في الأول والآخر. أكيد أكيد. وطبعاً إحنا لما نقول يوم الإمارات الطبي، فما نحن ما نعني بس الأطباء، الأطباء، التمريض، الأشعة، مختبر، كل شخص يعمل في القطاع الطبي يخدم الناس بطريقة طبية من ناحية أو أخرى، كلنا نعتبر قطاع طبي وكل هاليوم يعنينا جميعاً. إنزين، بما أنه يوم ولازم ما دام في يوم أكيد في حفلة، شو الأجندة اللي عندكم بالاحتفال؟ وإحنا تكلمنا عن الرسالة اللي حابين توجهها للمجتمع، لو نرد عليها مرة ثانية ونخبر المستمعين شو مجهزين لهذا اليوم. في الحقيقة يعني في هذه المبادرة إحنا تم التعاون مع كافة المؤسسات الصحية الحكومية بالدولة إنها تحتفل داخل مواقع العمل بهذا اليوم وفي كل المرافق خلال هالفترة من 3 إلى 9 مايو. يعني تواجدنا في بعض المراكز التسوق عشان نزيد التفاعل بيننا وبين المجتمع، وإنهم الجمهور يشكر، يوجه رسائل شكر خاصة وامتنان للعاملين، وإن ننشر هاي على مواقع التواصل الاجتماعي. وكذلك تم التعاون مع القطاع السياحي توفير مجموعة من الخصومات والعروض للحاملين بطاقة ممارسة المهنة في الدولة. بعدين إرسال عبارات تهنئة نصية بيوم الإمارات الطبي. كذلك أنتجنا فيديو قصير كرسالة شكر موجهة لكافة العاملين في القطاع الصحي، وتم عرضه على المنصات التفاعلية، وبعدين بنعرضه على في بعض محطات التزود بالوقود. ممتاز. إمارات عشان يعني نوصل لشريحة كبيرة من الجمهور. كذلك تواصلنا مع الجامعات والكليات الطب إنه يعني نعزز هذا الفكر إن الطبيب مهم وكافة الاختصاصات مو بس الطبيب. طبعا نيابة عن جمعية الإمارات الطبية وشعبها العلمية المتخصصة في كل المجالات، نتقدم بالشكر لجميع الممارسين الصحيين والهيئات الصحية بالدولة والذين ساهموا في النمو الهائل والتحول اللي يشهد له العالم أن دولة الإمارات في المقدمة. وطبعا شكر خاص لهيئة الصحة على دعمها للمبادرة، وكذلك شكر لكل الشركاء الاستراتيجيين اللي كانوا معنا في هذه الحملة. وفي النهاية حبيت أوصل كذلك رسالة شكر للمؤسسين جمعية الإمارات الطبية، والواحد ما ينسى فضلهم. أكيد أكيد. وأشكرك على اللقاء الجميل اللي حسستيني فيه بأن يوم الإمارات الطبي جميل وسعيد وصحي. شكرا للدكتورة موزة. بس أنا قبل ما أختم معك بسألك سؤال. تفضلي. أنت رئيسة قسم المختبرات الطبية في مستشفى دبي، شو رسالتك لعيال البلد واللي يسمعونا عن دخول تخصص المختبرات الطبية؟ نلاقي يمكن في عزوف شوية، ويمكن لأن الناس ما عندها فكرة بالضبط شو متطلبات هذه الوظيفة. شو رسالتك اليوم اللي تسمعنا وإن عشان الأمهات والأبهات يشجعون عيالهم يدخلون هذا التخصص، وتخصص جدا مهم، شو رسالتك اليوم لهم؟ طبعا يمكن الجائحة ألقت الضوء على دور المختبرات في الجائحة، وما قدرنا نتحرك لا يمين ولا شمال بدون تشخيص. أكيد. طبعا هم الجنود اللي اشتغلوا ليل نهار على توفير يعني تشخيص يعني الكوفيد، وكذلك الفحوصات الأخرى. أكيد. اللي معاها. طبعا الموضوع ما يخص بس إن سوينا PCR، لا، سوينا توفير كميات الدم، التحاليل الأخرى. التخصص هذا مهم، و أنا أعتبره يعني دائما أقول لهم إحنا أكسجين المستشفى، بدوننا ما يمشي.
أكيد الطبيب يحتاج صحيح. التشخيص السليم، وهم دورهم كبير، وأنا حسيت إن اعتزوا بدورهم، وبديت أشوف في المجتمع الكل يشكر إن المختبرات وفروا لنا أشياء كثيرة. فأنا يعني أحس إن الأمهات الحين بيتوجهون إن يدعمون عيالهم يدخلون هالمجال، وهو مهم، وإحنا قاعدين نعزز دور توطين هالمهنة في الدولة. ممتاز. وإن شاء الله يعني المستقبل جميل، مثل ما يقول شيخنا القادم أجمل إن شاء الله. إذا أنت شو خلاك تخصصين في المختبرات الطبية؟ طبعا خلال الامتياز كل واحد يقول بروح باطنة، بروح جراحة، بروح نساء ولادة، بروح أطفال. يعني كان عندي يعني سؤال في مخي، ليش الناس ما تروح المختبرات؟ فقلت تحدي، وإن شاء الله نكون إحنا وسيلة إن نزرع الأمل في الآخرين دخلوا هالتخصص، لأنه مهم. وبتشوفين الحين كل شيء معتمد على التشخيص. صحيح. وعلم الأمراض واسع، وفي مجالات كثيرة، سواء الجينات، سواء تشخيص الأورام، سواء التحاليل الكيميائية، بنك الدم. صحيح. منه يقدر يعيش بدونه؟ أكيد. فلذلك يعني أنا قلت بنبتدي، وإن شاء الله الآخرين بيواصلون المسيرة. وحين ما شاء الله عدد كبير من المواطنين بدأوا يدخلون، سواء في كأطباء أو الفنيين المختبرات. وايد شيء حلو. زين، بمرت في مجال المختبرات، كيف تشوف التطور في الأجهزة، في طريقة التشخيص مع الوقت واستخدام الذكاء الاصطناعي وغيره؟ كيف سهل عليكم شغلتكم في المختبرات؟ طبعا أهم شيء يعني أي طبيب يبغي نتائجه بسرعة. أكيد. دائما مستعجلين إحنا على النتائج. وبعدين أهم شيء يبغون دقة النتائج. صح. إحنا يعني كعناصر نشتغل في تخصصات كثيرة في المختبرات، يهمنا إن جودة الخدمات، حريصين على أن نحصل على الاعتمادات العالمية. ممتاز. يعني مختبراتنا ما شاء الله شبكة كبيرة حكومية، كلها معتمدة من الكوليج أوف أمريكان باثولوجيست، اللي هي الأكاديمية العالمية الأمريكية. طبعا لازم نطور. صح. بدينا نفكر في الأوتوميشن، في الأتمتة الإلكترونية للمختبرات. وهذا لا يعني أننا بنتخلص من الموظفين. صحيح. لا، نستخدمهم في أشياء ثانية. الحين إحنا لازم نفكر في إن كيف نواكب ما يجري حوالينا. صح. الانوفيشن هذا شيء الحين رئيسي عندنا في المختبرات. تعرفين حتى الحرص على دقة النتائج وتوفيرها، أنك توصل للجمهور. صحيح. تكون بجانب الطبيب والممرض في أنك تصنع القرار في العلاج، في التشخيص. فهذه يعني جوانب كبيرة. وحتى نفكر في الأشياء المالية. صحيح. أكيد أكيد. يعني فهذه دكتورة موزة اليوم تعطيكم رسالة لأي حي تابعنا اليوم في الثانوية، في الإعدادية، في المدرسة، إن مو بس مهنة الطب عبارة عن طبيب، هناك وايد تخصصات. أحد التخصصات الجدا مهمة تخصص المختبرات الطبية. طبعا نبغى عيالنا يسيرون، وأنا دائما أشجع الأمهات يعني إذا أنتم عندكم سؤال يسيرون يزورون المختبر، زوروا المختبر، اسألوا الموظفين كيف الشغل، شوفوا الإدارة، إدارة المختبر كيف الشغل، شو أهمية الشغل. أحيانا إحنا قد ما ندخل عيالنا تخصص معين إنه ما نعرف شو أهمية الشغل، يقول يعني مختبر، لكن مثل ما قلت دكتورة موزة المختبر هو شريان أي قطاع صحي. إحنا وايد من التشخيصات الطبية ما نقدر نسويها من قبل ما يوصل النتائج من المختبر. فهذه رسالة لجميع الأمهات، إن قطاع المختبرات قطاع جدا 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 مهم، فخلينا نشجع عيالنا يدخلون فيه. والمستقبل وإن شاء الله التطور والتكنولوجيا كلها لها علاقة بالمختبرات والنتائج وحسن يعني تحسين تشخيص العينات المختلفة. أنا شاكر لك دكتورة موزة عبد الله الشرهان، رئيس قسم المختبرات الطبية في مستشفى دبي ورئيس جمعية الإمارات الطبية، وجودك معنا اليوم في صحة وسعادة للحديث عن يوم الإمارات الطبية، ودردشنا معك شوي أيضا عن موضوع المختبرات الطبية. شكرا لك. يعطيك العافية. شكرا. الله يعافيك، نورتينا. منور بهلة. من المختبرات الطبية ويوم الطبيب الإمارات الطبي، راح نروح لموضوع الدردشة على السريع شي قبل يخلص برنامج صحة وسعادة. مثل ما تعودت يكون في دراسة أو خبر شيء لطيف يهمنا أقراه، فأحب أناقشه معاكم في صحة وسعادة. موضوع
اسفنجة الجلي. في وايد من هذا المطبخ مثل يقول في ايد المساعدات، ما تعرف الاسفنجة كم سنة صار لها محطوطة على هذا الرف، ايش كثر استخدموها، اسفنجة الدياي نفس اسفنجة الخضرة وغيره وغيره. في دراسة انا قريتها من زمان تقول ان كمية البكتيريا اللي موجودة في اسفنجة الغسيل، تخيلوا، اكبر من الموجود تكون في الحمام. هل كثر كمية البكتيريا الموجودة في اسفنجة الغسيل؟ ليش؟ لأن احنا نستخدمها مع الأكل، بقايا الأكل يعلق مع الاسفنجة فيؤدي إلى تكاثر البكتيريا. احنا طبعا دائما السؤال يقول، أنا نفسي كده أسأل نفس السؤال، كل كم لازم أبدل الاسفنجة وش كثر أنظف الاسفنجة؟ طبعا أهم شيء لازم نعلم المساعدات في البيت أن الاسفنجة ما توضع في الماء، تلاقين الاسفنجة محطوطة في الماء من في الليل لين الصبح. وجود الرطوبة في الإسفنجة يؤدي إلى نمو البكتيريا، رغم أن معظم البكتيريا الموجودة في الإسفنجة ممكن ما تكون بكتيريا مضرة، لكن بعض الإسفنجات ممكن يتنمو فيها السلمونيلا بسبب انتقالها من الدياي لما نظف لوحة تقطيع من الدياي أو ستشين الدياي. أفضل طريقة حسب وزارة الزراعة الأمريكية لقتل البكتيريا في الإسفنج هو تنظيفه في الميكروويف أو في غسالة الأطباق. في الميكرويف لازم نبلل الاسفنجه شوي ونحطها في الميكرويف لمده دقيقه كامله، بيقتل البكتيريا. وانا دائما افضل الاسفنجه توضع في مكان فيه هواء وفيه شمس، في اضاءه، ما تنحط في مكان مظلم، يساعد البكتيريا تنمو فيها اكثر. الحين السؤال، متى لازم نتخلص منها؟ يقول الخبر، هالخبر ترى من البيان الصحي، انه يجب نستبدلها كل اسبوعين. يجب استبدال اسفنجة الغسيل كل اسبوعين. ممكن حد يقول انه وايد كل اسبوعين، لكن راح نستهلك اسفنجة الغسيل بشكل يومي، وما يسوى اننا ننقل البكتيريا من طبق الى الثاني. يعني الاسفنجة قاعدة، انا باغسل في الطبق احط فيه بكتيريا، يؤدي الى امراض، اننا ناكل من الطبق هذا يؤدي الى انتقال البكتيريا الى الطبق ونحن نمرض احنا وعيالنا. لكن في طريقة جميلة احيانا الاقي الوايد يستغنون عن اسفنجة الغسيل بفرشات الأطباق. في فرشاة تكون انت شي طويلة تستخدم للغسيل، حسب الدراسة يقول تنمو فيها البكتيريا أقل وأسهل في التجفيف. ومع أسفنجة الغسيل هناك أسفنجة السيليكون، هي بديل جميل جدا. والله أسفنجة السيليكون ما مرت عليه، والله ما أدري وين نحصلها. أفضل من الأسفنجة التقليدية. تلاحظون في توجه بشكل كبير لاستخدام السيليكون، لأن لا تنمو فيه البكتيريا وسهل التجفيف وسهل التنظيف. فلازم ندور اسفنجة السيليكون عشان ما تنمو البكتيريا في على صحوننا وفي مطبخنا. وأكيد مع اسفنجة الغسيل الفوطة اللي نستخدمها لتنظيف الصحون، للأسف ثلاثة أربع وقت تلاقونها مبلولة محطوطة في المطبخ بالأيام. أي شيء مبلول يعطي في بيئة لنمو البكتيريا والفيروسات عليها. فيجب أن نحرص نعلم المساعدات أن الفوطة مالت الغسيل مالت تنظيف الصحون يجب أن يتم تجفيفها بشكل جيد حتى لا تنمو البكتيريا. طبعا المعدة بيت الداء والمطبخ بيت الدواء وأساس أي بيت يعني، فما نبان أن تطلع الأمراض من المطبخ. وإذا إحنا ما انتبهنا لمطبخنا وكيفية إدارته وشو الأشياء اللي تكون في مطبخنا، بنلاقي هناك مصادر كثيرة للبكتيريا موجودة هني وهناك، يبانا احنا ننتبه لها. اليوم كل ربات البيوت سووا غزو على المطبخ، سووا قيموا الوضع في المطبخ، تلاقون اكيد وايد في اشياء تحتاج تبديل، اسفنجات قديمه، فوط مبلله محطوطه. يجب ان نكون عيننا على المكان عشان نضمن ان ما ننقل امراض لعيالنا. نوصل لنهايه برنامجكم، برنامج صحه وسعاده لليوم. كان معي في الاخراج محمد عدنان، شكرا لك. وكانت معي في التنسيق ميرا الاغفلي، وهذه محدثتكم دكتوره ندى المله. كنا معاكم على مدى ساعه اذاعيه، ان شاء الله كنا خفاف عليكم. اذا التقيكم ان شاء الله الاسبوع القادم، اقول لكم دمتم بصحه وسعاده. صحه وسعاده.